السلام عليكم، يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وحلقه جديده بعد انتهاء مباريات تصفيات كاس العالم تصفيات امم اسيا بقاره اسيا. شوط اول شوط صيني بامتياز باول 20 دقيقه وباول الدقائق المنتخب الصيني عم يمارس ضغط عالي على منتخبنا السوري، ولاحظنا الضغط والكثافه الهجوميه اللي كانت المنتخب الصيني بمناطق المنتخب السوري. فينا نقول انه منتصف الملعب كان لمنتخب الصين بشكل واضح وبشكل ممتاز للمنتخب الصيني، تراجع واضح لمنتخبنا السوري ولعب دفاعي كان واضح جدا للاعبينا، حتى لاحظنا الصعوبة بإخراج الكرة من المناطق الدفاعية لمنتخبنا السوري مع وجود عدة لقطات وعدة مشاهد ارتباك والأخطاء بالدفاعية والأخطاء بالتمركز لاعبي المنتخب السوري بمراكز الدفاع والأخطاء بإخراج الكرة من مناطقنا الدفاعية للمناطق الهجومية أو منتصف الملعب للمنتخب الصيني، والأخطاء بعدم إخراج الكرة من مناطقنا والاعتماد على الكرات العالية وعلى قطع الكرات من لاعبي المنتخب الصيني والارتداد السريع للاعبي منتخبنا السوري والاعتماد على اللاعب علاء الدين الدالي محمود المواس بالانطلاقات، حتى لاحظنا وشاهدنا أن اللاعب محمود المواس عم يرجع لمنتصف الملعب وأكثر حتى هو يستلم كرة، وطبعا شو بيصير قدام أنت ما بتعرف حسب ما يكون في عندنا لاعبين متقدمين مع محمود المواس. يعني بشكل مباشر الشوط الأول شوط منتخب الصيني لأول 25 دقيقة شاهدنا بعد الخطورة بعد التقدم وبعد الهجمات الخجولة بعد الاستحواذ البسيط لمنتخبنا بعد الدقيقة 25 تقريبا 10 دقائق بس لمنتخبنا كان واضح بهذا الشوط. يعني فينا نقول بشكل مباشر وبشكل صريح أنه منتخبنا كان داخل الشوط الأول بده يطلع بنتيجة التعادل وعدم التعب أبدا بهذا الشوط ونحافظ على نتيجة التعادل بالشوط الأول، لكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن وكان في عنا خطأ من لاعب منتخب سوريا، للأسف استثمر هذا الخطأ لاعب المنتخب الصيني بعد تمريرة كتير رائعة للاعب الثاني للاعب منتخب الصيني ومراوغة لقلب الدفاع عمرو ميداني عم يستطيع تسجيل هدف الأول دقيقة 41 أو 42 من عمر المباراة. انتهى الشوط الأول على هذا السيناريو مع استمرار تراجع منتخبنا بباقي الوقت بدل الضائع اللي كان بالشوط الأول، شاهدنا كيف انه منتخبنا عم يتراجع للدفاع والضغط العالي من لاعبي المنتخب الصيني. يعني حتى نحن باكثر من لقطه باكثر من مشهد لاحظنا تواجد 4 لاعبين من المنتخب الصيني بالمنطقه الاماميه حوالين اللاعب السوري اللي هو ممتلك الكره، يعني خلص المنتخب الصيني نازل بده يفوز بهاي المباراه شو ما كلفوا الامر. منتخبنا السوري كان عم يلعب بشكل واضح على الدفاع بالشوط الاول بالحفاظ على النتيجه والخروج باقل الخسائر هي التعادل السلبي او فقط تلقي هدف وحيد بالشوط الاول، وهذا السيناريو يلي صار وهذا الشيء اللي نحن شاهدناه. الغريب بالموضوع انه نحن كنا بنتمنى يكون في عندنا هجوم اكثر، يكون في عندنا لعب بشكل هجومي اكثر على ارضيه الملعب، خصيصا انه منتخبنا عم يشارك بهي المباراه او عم يلعب هاي المباراه بشكل مرتاح، لا عندنا ضغط النقطه، لا عندنا ضغط التاهل، عم نلعب ونحن مامنين انه نحن متاهلين للدور القادم كمتصدرين المجموعه، عم نلعب بلاعبين شباب وبلاعبين جداد مع المنتخب. يعني فينا نحن نقول كنا لازم نستغل هاي المباراة مع فريق قوي حتى نحن نشاهد نلعب بشكل أقوى وأفضل مع فريق أقوى من باقي المنتخبات اللي كانت هي موجودة معنا بهاي المجموعة. أنا بقول وبذكر كل حبنا واحترامنا لجميع اللاعبين، الله يعطيهم العافية ما قصروا خلال هاي التصفيات، اللاعبين الموجودين حاليا أو اللاعبين كانوا موجودين خلال المباريات الأولى، وألف مبارك هذا التأهل، إن شاء الله العمل على تصحيح الأخطاء والأخطاء الدفاعية اللي عم تكون لمنتخبنا خلال المباريات القادمة من التصفيات. وأكيد منتخبنا عم يعاني من غيابات لأبرز اللاعبين والنجوم، وهذا الشيء نحن ما فينا ننكره أبدا ولا أي حدا أو أي شخص فينا ينكر هاي الغيابات. حتى معلق المباراة كان عم يذكر أهمية غيابات اللاعبين السومة وخريبين والصالح وعبد الله الشامي وباقي اللاعبين اللي عم يغيبوا عن المنتخب، أسماء مهمة ومؤثرة على تشكيلة المنتخب السوري بشكل واضح وبشكل صريح. ما حبنا واحترامنا لجميع اللاعبين والاسماء الموجودين حاليا، لكن نحن بنعرف قيمه اللاعبين المحترفين اللي هن بالخارج خارج دورينا المحلي، اكيد هن حيقدموا اداء افضل مع المنتخب السوري خلال هاي المباريات او المباريات الماضيه في حال كانوا شاركوا بهاي المباريات. مع بدايه الشوط الثاني شوط المدربين لازم يكون في عندنا عده تبديلات، وفعلا صار في عندنا عده تبديلات بالشوط الثاني باشراك عده لاعبين من المنتخب السوري، وشاهدنا نحن هذا الشيء. بالدقيقة 71 عم ينزل عنا اللاعب محمد حلاق بدل اللاعب كامل حميشة، بالدقيقة 78 عم ينزل اللاعب أسامة أمري بدل يوسف المحمد، بالدقيقة 88 عم ينزل اللاعب ورد السلامة بدينا للاعب إياز عثمان،
بالدقيقة 88 عم ينزل الظهير خالد كردغلي بديلا للاعب مؤيد عجة. والجدير بالذكر انه نسبة الاستحواذ عم توصل للمنتخب الصيني لاكثر من نسبة 60% بالشوط الاول. اكيد اربعة اهداف اللي عم تكون خلال هاي المباراة هي اخطاء واضحة، يعني الهدف الاول للمنتخب الصيني كان خطأ واضح من لاعب منتخبنا السوري بتشتيت الكرة، وهدف التعادل ايضا لمنتخبنا بعد ارتداد سريع من اللاعب علاء الدين الدالي والقتالية العالية اللي كانت عند اللاعب بارجاع الكرة وتمرير الكرة للاعب اياز عثمان اللي سدد الكرة على المرمى وعم يسجل هدف التعادل. انا برايي الشخصي هذا الشيء جيد جدا كان لعلاء الدين الدالي، الاندفاع السريع والضغط العالي اللي مارسه على لاعب منتخب الصين، وكيف هو شاهد انه اللاعب اياز عثمان عم يتقدم اكثر لمنطقه الجزاء وتمريره واسس للاعب اياز عثمان وتسجيل الهدف التعادل. ايضا ركله جزاء خطا من لاعبي منتخبنا السوري بتشتيت الكره، ايضا خطا بتمركز لاعبي الدفاع، عم يستطيع اللاعب منتخب الصيني الاستمرار بالضغط العالي على لاعبي دفاعنا وعم يتقدم لمنطقة الجزاء، عم يصير في عنا إعاقة من الحارس إبراهيم عالمة للاعب منتخب الصيني وعم ياخذ ركلة جزاء وعم يسجله هدف الثاني. فينا نقول بعد الهدف الثاني اختلف رتم المباراة والمنتخب الصيني أمن على نتيجة اللقاء، تراجع أكثر لبعض المناطق الدفاعية، صار منتخبنا يتقدم أكثر ببعض اللقطات وبعض المشاهد لكن بدون أي خطورة على المرمى، لكن بدون أي خطة أو أي تكتيك في أرضية الملعب، على الرغم من التبديلات اللي قام فيها المدرب نبيل معلول، لكن أبدا ما اختلف أداء المنتخب السوري بهذا اللقاء أبدا. شاهدنا الضياع واستمرار الضياع للاعبي منتخبنا السوري بعد الهدف الثاني للمنتخب الصيني، وعم نتلقى الهدف الثالث بأخطاء دفاعية واضحة. للأسف هاي الأخطاء نفسها نحن بنشاهدها بكل مباراة، مباراة ودية أو مباراة رسمية مع أي مدرب مع أي تشكيلة. للأسف دفاعنا لهلأ عم يكون مهزوز بغياب الصالح وعبد الله الشامي. بصراحه يا شباب حبنا واحترامنا للاعبين الموجودين هلا مع المنتخب. خلينا نقول انه منتخبنا ببدايه اول ربع ساعه من الشوط الثاني حاول يضغط اكثر على لاعبي المنتخب الصيني، ولاحظنا هذا الشيء انه منتخبنا استمر بالضغط العالي على المنتخب الصيني واستطعنا تسجيل هدف التعادل بعد هذا الضغط. يعني نحن وقت بدنا نهجم استطعنا نهجم ونشكل خطوره على مرمى المنتخب الصيني، لكن بعد هذا الضغط رجعنا للدفاع، وفينا نقول انه رجعنا نحن بدنا التعادل والخروج بالتعادل من هاي المباراة. ما بنعرف شو هو تكتيك المدرب، كيف اللاعبين طبقوا تعليمات المدرب على ارضية الملعب، طبعا لانه نحن بنعرف كل لعبة في الى ظروفها في الى اجواءها، مو دائما اللاعبين بيطبقوا خطط المدرب على ارضية الملعب، هذا الشيء نحن بنشاهده بجميع المباريات حول العالم بعالم كرة القدم. كل التوفيق ان شاء الله لمنصور قاسيون بعد هذا التأهل للدور الاخير من تصفيات كأس العالم. طبعا القرعة حتكون ب 24 من الشهر الجاري، حنعرف نحن مع مين بدنا نلعب، بدنا نشوف وبدنا نتابع النظام الجديد للاتحاد الآسيوي. بالنسبة لموضوع استكمال التصفيات هي حتكون بنظام التجمع بنظام السفر ذهاب وإياب، لهلا ما في شيء أبدا واضح حول هذا الموضوع. جميعا بنعرف إجراءات الوباء وتأثيرات الوباء حول العالم كيف هي عم تأثر على مباريات كرة القدم حول العالم جميعا، لكن بباقي القارات عم يخططوا عم ينتقلوا عم ينظموا المباريات، لكن سبحان الله قارة آسيا مختلفة عن باقي القارات. هارد لك لباقي المنتخبات العربية لما استطاعت التأهل، وألف مبارك للمنتخب العراقي الشقيق التأهل على الرغم من الخسارة أمام منتخب إيران بنتيجة 1-0. بانتظار جميع الأخبار الرسمية والرسمية فقط حول مستقبل المدرب نبيل معلول، نسمع الأخبار من الصفحات الرسمية للاتحاد العربي السوري، أكيد حيكون في عنا فيديوهات حول هذا الموضوع، ونتمنى الوعي أكثر من الجمهور السوري ومن الجمهور العربي اللي بيتابع المباريات والأخبار لمنتخباته، لأنه في بعض الأشخاص بيستغلوا أي حدث بيحاولوا هن يحصدوا التفاعل والمشاهدات على أكتاف هذا الجمهور المتعطش لأي خبر. بتمنى منكم تشاركونا رأيكم تعليقاتكم حول أداء منتخبنا السوري بهذا اللقاء أسفل هذا الفيديو ضمن قسم التعليقات، وبتمنى أنا أقرأ تعليقاتكم ورأيكم دون الإساءة لأي شخص لو سمحتوا. لا تنسونا من الضغط على زر اللايك حتى يوصلكم كل جديد، وهلا السلام عليكم.